هلو، اتمنى لكم يوم جميل. ايه رأيكم نعمل الشنطة دي مع بعض؟ ديكور وبطانة. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل بطانة. طبعا البطانة مختلفة عن بطانات الستان اللي استخدمناها في الفيديوهات السابقة. كمان هنعمل ديكور للشنطة الكيوت قوي دي، شنطة كده قطقوطة قوي، ولكن مفيش مانع ان انا انفذها حسب الطلب بالالوان اللي انتوا عايزينها، ولكن كلموني على الخاص. طبعا مش هنفذها كتير بصراحة، يعني انا عندي خرز زي ما انتوا شايفين اهو، تعالوا نطلعه كله. الشنطة اهي لازم تكون متفنشة من تحت ومن جوه ومن بره ومن كل ناحية. هنعمل الديكور وبعدها على طول هنبتدي في عمايل البطانة. وهنحتاج إبرة تكون تنظيف بس مدببة شوية عشان هندخلها في الشنطة ونطلعها تاني، فاهمني؟ هفهمكم دلوقتي اللي أنا أقصده. أول حاجة هعملها هجيب الإبرة بتاعتي زي ما قلتلكم تكون مدببة، يعني بتشوك، وفي الوقت نفسه السن بتاعها واسع شوية. وده خيط فتلة عادي، بس دمجته مثلا 10-20 مرة ورحت بعد كده ارجع دمجه تاني، يعني اتنين على بعضه، وارجع اروح مثلا عند العمود ده. طبعا مش بحاول ان انا ادخل بالابرة في نسيج بجد، ولكن من الافضل تكون معاكي نوعية الفتل اللي هي خاصة بالحزازات، هي اكتر حاجة تصلح للحاجات دي. انا اصلا هحطها فيها فعليا، بس مش دلوقتي، يعني دلوقتي انا لسه بخطط. فبفكر هنسق معاكم، يعني اخد اتنين من دول وبعدها النوعية الضخمة، تمام، وهرجع اخد اتنين كمان. هحاول مثلا ادخل هنا، استنوا كده. ايه رأيكم؟ مش عارفة بصراحة هي كيوت ولا لا، يعني بس حاساها كيوت. دي طريقة. الطريقة التانية مختلفة شوية، تعالوا نعملها مع بعض. الطريقة التانية انه انا اجيب واحدة ضخمة وبعديها واحدة رفيعة وادخل، تمام، وانتوا قولوا لي رأيكم. ايه رأيكم؟ بعدين لما تيجي تتمسك هتكون شكلها شيك كده وصغنطوطة، قولوا لي رأيكم. في دي ممكن نربطها ونحطها كده زي ميدالية كده جانبية او في جوانب الشنطة من هنا كده. مش عارفة بقى، يعني انتوا ادوني رأيكم، ممكن تكون كده ممكن تكون كده، لكن هي للأمانة مش لايقة ان هي تكون زي التانيين، يعني شكلها عجيب ودخيل. مش هنفذها الا لما تدوني رأيكم بجد. فيلا بينا على طول نعمل البطانة. هنستخدم مع بعض البطانة دي، والراجل قال لي ان هي اسمها بطانة روزالين، وصراحة سعر المتر منها غالي قوي، فانا جبت نص متر بس، وفعليا مش محتاجة حتى النص متر كله. وهي سميكة وطبعا مش هتشف نهائي، فيها نسبة مطاط ولكن خفيفة جدا، تحفة قوي بصراحة. الماتيريال بتاعها حلوة قوي، انا عندي نفس الماتيريال في شنط مميز قوي، ولكن الشنط جاهزة، يعني الشنط برضو كانت جلد، البطانة بتاعتها زي ما هي، مع ان الشنط يعني خلاص شبه ان هي بدأت تقشر وكده. مميزة قوي وحلوة، يعني استخدموها لو حابين، بس هي اوفر شوية في سعرها. اول حاجة قطعت منها كام في كام بقى، تعالوا كده نشيل دي. قطعت منها عرض 37 سنتي في طول 50 سنتي. استخدموا مقص حامي عشان البطانة ما تعملش معاكم عضعضة كده، تبقى معرجة كده من هنا، فهتبقى شكلها سيء قوي. طبعا ليها وش وظهر، ده طبيعي، الوش فيه لمعة خفيفة، الظهر مطفي. هنستخدم مع بعض الخيط ده، انا ما عنديش اللي هو، لو عندك الخيط البكر بتاع المكن الضخم بيكون افضل بكتير، ولو عندك مكنة جمعيها عليها. استنتها بالاسلوب ده، وطبعا هي شايفين الشنطة بتاعتي اهي، ولكن الشنطة ليها جوانب مربعة، فانا عاملة حسابها، يعني بصوا هي اكبر من مقاس الشنطة بكام سنتي، على الدبل بتمانية سنتي. احتمال ان انا انقص اكتر من التمانية سنتي، ولكن في الضمان، يعني اولا انا بتجنب حوالي 2 سنتي من الابر التطريز عشان ما تبقاش اماكن الخياطه باينه، وزي ما انتم شايفين يعني سبت حوالي كام سنتي قبل ما اخيط، حوالي 2 سنتي، تمام. خلونا نبعد اكتر من 2 سنتي بحيث ان احنا نكون في ضمانه، 2 سنتي ونص او 2 ملي مثلا. لو هتخيطوا على ايديكم ركزوا معايا كويس، شايفين بروح على نقطه من قبل وادخل في النص مرة واتنين لو انا عايزة، وبعديها اطلع على نقطة جديدة. ناخد وقتنا واحنا بنخيطها
وبالراحه خالص، مش عشان هي من نوع الغالي، ولكن المرحله دي مهمه في انه ما يحصلش معايا كرمشه في البطانه، كما ان نوعيه البطانه السميكه مش بتحتاج عنايه رهيبه زي البطانه الستان، فعادي يعني. ولكن الافضل انه اخد وقتي على اساس ان هي تطلع معايا مظبوطه، ما اقعدش افك تاني لان الفك كتير بعد الخياطه بيبوظ شكل القماشه. طبعا لو ما رجعتش الاتنين سنتي دول كانت بطانتي هتكون بايظه، لان هي فيها ميل اهي، شايفين الميل. من الافضل في اي بطانه ان الجزء ده يكون في القاعده، ما يكونش فوق وارجع اتنيه، لسبب بسيط بيكون زي ما انتم شايفين كده علامه المسامير دي، وفي وقت نفس الشرشيب دي، فبيكون كده كده لازم تقصيه، فبدل ما تقصيه اعملي بيه القاعده على طول. كام سنتي بتدمر اي حاجه اشتغلناها لو بس ما زبطتش في الاول. فمن الافضل دايما حتى لو انت قصر بطانه وواثقه منها اعملي الحركه دي وسيبي حوالي 2 سنتي اضمن ليكي. هروح على طول على القاعده، لما بحب افصل الخيط بعمل كده. هنقص دي عشان فعليا لو سبناها هتعمل كتله، احنا مش عايزين اي كتل. كمان هنعمل الحركه دي بحيث ان البطانه تطلع معايا مربعه زي ما انا عايزاها للشنطه، عشان اعرف قد ايه التربيعه. ادي الشنطه اهي شايفين بالطريقه دي. هنعمل البوز بقى بتاع الشنطه، هتني مره والتانيه، ويفضل التانيه تكون مظبوطه وترجعي تكويها. وقبل ما تني طبعا هخف القطعه دي، طبعا في القماش السميك بس بيتعمل الحركه دي، قماش اللي هو بيكون خفيف زي قماش الستان مش بنعملها، قماش من انواع تانيه برضو مش بنعملها. والمرة دي هلضم الخيط ولكن على طرف واحد مش هدمجه. طبعا لو الخيط بقى متين بيكون افضل. شايفين اول حاجة التانية اهي، وبتكون اصغر ما يكون يعني مش حاجة ضخمة. وبعدين برجع اتني التانية، وطبعا لو ماكينة خياطة يعني حبذا ما عندكيش ماكينة خياطة ركزي معي. شايفين بتني بقى التانية اهو، الخياطة دي مش هنبرزها من بره، فهروح اخد وادخل بنسيج القماش. طبعا من بره مفيش اي حاجة باينة، وطبعا هندوس على دي بالمكوة فهتطلع شكلها كويس جدا الشكل ده. الف بقى عليها كلها. فوالا، زي ما انتم شايفين البطانة بتاعتي اهي، مفيش اي حاجة باينة من جوه، برضو نفس النظام مقفولة بشكل شيك. ودلوقتي يا اصدقاء يلا بينا نحط البطانة. لو جينا دلوقتي بقى حطينا خلاص البطانة على المقاس بالتكة، ترى شايفين الجمال. دلوقتي بقى ممكن نعملها كده، وده السبب انه احنا نعرف قد ايه تحديدا اللي هيدخل لجوه من الشنطة. تمام، طبعا لسه في حاجة لازم نعملها الاول، ان احنا نقص ده. طبعا دي مش هتفيدنا بحاجة، احنا خلاص اتأكدنا، ودلوقتي بقى لازم نقصها، وعشان يعني ما يحصلش اي اخطاء او ان القطعة اللي اتقصت يطلع منها اي حاجة، هندقق تاني. ونفس النظام الجانب التاني لو مش مدققين. في حاجة كمان هنعملها، هو ان احنا هنتني الاطراف دي كده ونعمل نفس الحركة اللي عملناها في البطانة من هنا. وطبعا دلوقتي في فرق ما بين دي ودي، شايفين المنظر. انا عايزه البطانه بتاعتي تكون مختفيه على قد ما اقدر، فهخيط دي وارجع اكويها كلها كبطانه، ربنا يستر ما ولعش فيها. هخلصها ارجع لكم مره تانية. ترى زي ما انتم شايفين خيطتها من الجوانب، وبرده من هنا نفس النظام القاعده وجوانب القاعده عشان التنسيل. الحتت اللي قطعناها هي دي نفس الحتت اللي انا استخدمتها. تمام، احنا مش بنرمي حاجه. ولو عندك مكنه طبعا هتعملي المرحله بتاع الخياطه اللي انت شفتيها دي كلها بالمكنه، والخياطه هتكون بارزه خطين وبارزين هنا ايه من بره، ودي مش بتكون وحشه ابدا، بالعكس بتكون بطانه شيك جدا. طبعا احنا بطانتنا هنستخدمها على الوش، فعايزين يكون الوش شبه الظهر من جوه، فعشان كده عملناها بالاسلوب اللي انتوا شفتوه ده،
وده اسلوب مميز جدا في اعمال البطانات، وهو مشكلته الوحيدة انه بياخد وقت يعني، لكن ما فيهوش اي دفوهات، بالعكس بيعيش، بالذات البطانات السميكة. لو بطانات ستان انتوا شفتوا ازاي بندعمها وازاي بنمنع ان هي تبوظ. هنجيب الشنطة بتاعتنا وهندخل البطانة. طبعا سنتر البطانة هو الجزء المتجمع ده، كنت هنسى الابرة جوه، شايفين اهو الباقي ده كله زيادة. يفضل يعني ان احنا نعمل الحركة دي على اساس ان كل حاجة شوفوا تبقى في السنتر كده ومتظبطة. اي كرمشة حاولوا تطلعوها لبرة، واي عدم تظبيط حاولوا تاخدوا تاني من البطانة بالابرة والفتلة. هدخل واطلع بس من بره الشنطة، تمام؟ واحنا بندخل ونطلع نحرص ان الخيوط دي تبان. شايفين انا بدخل في الخط اللي انتوا شايفينه ده، طبعا الخط ده هو اللي انا بثبت فيه بطانة الشنطة. بعد كده التثبيت هيبقى مجرد بنس خفيفة من اماكن مختلفة. دلوقتي هنثبت الجوانب دي برضو في زوايا الشنطة بالراحة كده، طبعا هي بالاحساس اكتر، فاهمني؟ ولو حسيت ان الجوانب مش نازلة بكفاية اظبطه كده من بره لجوه هيتظبط معاكم. هحاول بقى اعمل عقدة عشان عايز اقطع الخيط وارجع ادخل من جانب، ودي طريقة العقدة. بدخل في اماكن مختلفة، ولما باجي ادخل في مكان تاني برجع تاني كده بالخيط وادخل في مكان عكسه وهكذا. هثبت الجانب ده وارجع لكم تشوفوا تثبيت الجوانب من هنا ومن هنا ازاي. زي ما انتم شايفين انا ثبتت القاعدة والجوانب بتاعت القاعدة، فكده خلاص البطانة فعليا ثابتة. دلوقتي بقى هنيجي لمرحلة تثبيت الجزء ده من فوق، لان ده اهم حاجة. وحاولوا بقى على قد ما تقدروا تكون ايديكم مظبوطة ويكون الشغل بتاعكم مخفي، بمعنى انه لما نيجي نشتغل ونخيط مش عايزين الشغل بتاعنا يبان. طبعا بدخل مسافات قريبة جدا لما باجي ارجع للخيط مرة تانية. لو مش هتقدري تنفذي حاجة زي كده استخدمي خيط شفاف بين الصغيرة خالص خالص كده، وتكاد تكون غير مرئية. يعني هو اساسا ما فيش ليها اي اثر، هو بس مكان الخيط مطرح ما بيدخل ويطلع. دلوقتي بقى هشيل البطانة، بحس ان هي انا لسه ما ثبتتش ده على فكرة، بحس ان انا لما اخلص اهو كل اللي جوه مش لبرة، تمام؟ هي عبارة عن كيسة عامة. عندنا خناقة هنا. طبعا دلوقتي هحاول اثبت الجوانب دي مع الجوانب بتاعت الشنطة، لان احنا ما ثبتناش اساسا جوانب البطانة. هدخل واطلع كده لحد ما اوصل للسنتر بتاع النص في الجنب، تمام؟ وبرضو على مسافات قريبة قوي من جوه وبعيدة جدا من بره. خلصنا البطانة، وزي ما انتوا شايفين سميكة شيك قوي، مش باين لها اي دفوهات، التوصيل بتاعها ظريف ومش باين اصلا ان هو حتى على الايدين. والاسلوب اللي احنا عملناه في الجزء الداخلي ده هيمنع ان البطانة تنسل معايا او يشبط اي حاجة احطها في الشنطة. شيك قوي وظريفة. ولو عايزين تشوفوا الشنطة دي بعد ما خلصت وخلاص بقى ركبنا البطانة والاكسسوار اللي انتوا هتختاروه بالنسبة للأجزاء الخرز الخشبية، عايزين تشوفوا شكلها النهائي أو عاوزين التوتوريال بتاعها، فياريت تقولولي الكلام ده في التعليقات. شوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ومشروع جديد. تابعوني على الفيس والأنستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو حابين الحاجات السريعة. مع السلامة، باي.